نذهب الآن إلى ترجيع المرجع، ويحدثنا أحمد يوسف التاي في زاويته نبض الوطن في أخيرة صحيفة الصيحة، وملخص ما يعنيه في هذه الزاوية ما دار في الأيام القليلة الماضية حول معركة التعديلات الدستورية وتدخل جهات لتغييرها واستياء القيادي بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر من ذلك. يقول التاي: دعونا نسأل سؤالا عبيطا، من الذي يتجرأ لتغيير التعديلات الدستورية؟ وأيضا ما فائدة الهيلمانة وقومة النفس ومعركة الحريات التي يتباهى بها المؤتمر الشعبي طالما هنالك من يتدخل ويغير ما يشاء بما يحلو له، ولم يبقى للناس وحتى الأقوياء إلا الاستياء. ثم يذهب الكاتب ليقول في خلاصة ما خرج منه من جوجة التعديلات الدستورية: إن الدستور عندنا ما هو إلا قطعة قماش بالية تكثر فيها عمليات الترجيع والحياكة، فكلما حز بنا الأمر لجأنا للترزية ليضيقون واسعا أو يوسعون ضيقا. ويختم التاي زاويته بتوجيه حديثه لأمين حسن عمر بأن لا داعي للاستياء، فقد ألفنا تجاوز الدساتير وحماها مستباحة بكثرة الترجيع. لذلك فهو يقول له: استاء براك يا أخ، نحن ما مستائين ولا حاجة. ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك.